اخوان اللي عنده لا كارت ناسيونال فقط هو اللي عنده الحق يصوت باش تكونوا عارفين وما كرهناش انك تكتب الرقم البطاقه ديالك هنا يفتحي نستغلوا هذا الوقت المستقطع بحال كره السله نبدا معك بحال الحوار فيما يخص الاجواء اللي دار فيها الجمع العام يعني واللجنه التحضيريه انت عضو في اللجنه التحضيريه يعني تكلمنا على المسار اللي خدات اللجنه التحضيريه في هذا يعني الجمع العام التاسيسي لنادي العرائش لكره السله. هو صراحة هذه الفكرة هذه كانت عندنا احنا تقريبا هذه أكثر من سنتين عندنا أننا نكون واحد ندير واحد النادي جديد اللي يكون اهتمام ديالو بالفئات وكنا متردين نوعا ما أننا كنا متردين نوعا ما أننا نديروا هذا النادي هذا وكان التوجه ديالنا إن شاء الله إذا اختار في 2020 عاد ممكن أننا نكونوا نديروه ولا شي حاجة فارتأينا في هذه الفترة هذه اللي لقينا فيها واحد الفراغ نوعي في الاهتمام بهذه الفئات هادو اللي كنلقاو فقط بعض الأندية اللي كتهتم وقلنا أننا ناخذوا البادرة قلنا أننا ناخذوا هذه البادرة هذيك ماشي مشكلة نعطيهم ستيلو زرق 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 اكسو نعم بالنسبه للناس ما حضرش ماشي مشكل فين اللي ما عندوش تقاطع ولكن ما تخدم ضروري تجيو تدفعوا من اللائحه ضروري ضروري داكشي اللي لا لا هذيك المساله مفروغ منها كما قلت لك هو الفكره كانت هي الفكره كانت قبل عندنا هذه سنتين اننا كنا عندنا الرغبه اننا ندير واحد النادي اللي يهتم بالفئات الصغرى ديال كره السله كما كتعرف بلي انا مدينه العريش هي مدينه بدرجه اولى هي مدينه ديال كره السله على الصعيد الوطني كتمعروفه بكره السله ملي كتجبد تسميه العريش في الرياضات كتسمع كره السله دونك القاعده ديال القاعده ديال المشاركين او المزاولين لهذه الرياضه هذه هي قاعده كبيره بزاف فما كانش ان الانديه الحاليه انها تقدر تاثر هذه الفئات او هذه المجموعه كامله هذه فارتأينا اننا حنا نقدموا واحد المساعده نوعيه اننا نساهموا في تكوين وفي تاطير الفئات اللي ما لقاتش ذاك الاطار القانوني او لا ما لقاتش واحد المجال فين تشارك او لا تلعب ولا تنشط فقلنا لما لا اننا ناخذوا حتى حنا البادره وناخذوا مسؤوليه ونشطوا ان شاء الله مع الوليدات هذو والبنيتات هذو هذا الفكره كانت عندنا تقريبا هذه سنتين وكنا اننا ناويين نديروها حتى 2020 2022 هذا هو التصور اللي كان عندنا ولكن كما قلت لك الفراغ اللي لمسناه في هذا الفراغ الحالي اللي لمسناه قررنا اننا نحاول ما امكن ندير واحد الاطار القانوني اللي يقدر انه يشتغل وينشط ويكون واحد الفئات اللي هي الفئه بالحق الفئات العمريه اللي احنا مركزين عليها هي ما بين 6 سنين و 19 عام فدولنا النقطه ظن نعم من خلال التجربه ديالكم يعني في ممارسه كره السله على المستوى المحلي وعلى المستوى يعني الممارسه في قسم الاقسام الثانيه يعني والقسم الوطني الاول لكره السله
باعتبار عندكم التجربه هذه يعني واقع ديال التشخيص ديال كره السله على المستوى المحلي، يعني انتم شنو هو التشخيص ديالكم باش ميتوا على هذا المشروع ديالكم، واش شنو هي الاضافه اللي يمكن يقدمها كره السله؟ التجربه ديالنا ما كتنحصرش فقط في القسم الوطني الاول، بالعكس حنا شاركنا في قسم ممتاز ولعبنا في منتخبات المغرب الفئات ديال الكادي والجينيور. هذه التجربه هذه اكدتنا اننا كاين واحد الفراغ اللي ما غيقدرش يملؤه الجيل القادم في الفئات، بحكم ان مثلا عندنا كاين نوادي في المدينه اللي كتلعب ادوار طلائعيه اللي كتلعب في القسم الوطني الاول، انما ما عندهاش الخلف، وهذا من الاسباب اللي خلاتنا اننا نفكروا نبنيو بمساعده وناس ومساعده جمعيات ومساعده مشاركين اي واحد ممكن انه يساهم، نبنيو هذا الخلف هذا اللي يكمل هذه السيروره ديال الانجازات كره السله العرائشيه على المستوى الوطني. استغلوا هذا الوقت المستقطع. مرحبا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الجمهور المتتبع الكرة السلة العرائشية كيما يعرف يعني العمل اللي قمت به اللجنة التحضيرية، المسار اللي خديتوه، يعني شحال انتم كتوجدوا للنادي وشنو هي الاوراق اللي درتو، يعني التشخيص ديالكم للواقع ديال كره السله والمستوى ديالكم شنو هو الجديد فيه، يعني الاضافه اللي يمكن تقدموا كره السله؟ اذا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه كنشكرك السي عبد القادر على الحضور ديالك الدائم والدعم ديالنا الدائم. بالنسبه للفكره ديال تاسيس هذا الاطار القانوني بدات كتراودنا تقريبا منذ تقريبا سنه ونصف، حيت لاحظنا واحد الفراغ على مستوى الفئات الصغرى، يعني النوادي اللي كتشتغل في المدينه ماشي ما كتشتغلش على الفئات الصغرى، ولكن ما كافياش انها تحتضن كاع الفئات الصغرى اللي كاين في المدينه. يعني الا جيتي تشوف كاين واحد المجموعه ديال الاطر اللي هما قلال اللي معروفين او كيتعدوا على رؤوس الاصابع وراه معروفين في الساحه الرياضيه في المجال ديال كره السله. لذلك ارتأينا اننا كما هاد الناس اللي سبقونا هاد الاطر اللي الفضل ديالهم كبير على راسنا وكنوجه لهم تحيه من هاد المنبر، انهم كونونا واطرونا ووصلونا لواحد المستوى في كره السله، فلما لا حنا حتى حنا ناخذوا على العاتق ديالنا المهمه ونكونوا اطر للمستقبل ان شاء الله، اللي هي عاوتاني حتى هي تاخذ المشعل من بعد، حيت الرياضه بصفه عامه راه معروف عندها واحد التاريخ ديال الانتهاء الصلاحيه، اللي كيوصل اللاعب لواحد السن خصو يتوجه لجهه واحده اخرى، التحكيم او التدريب. وحنا ارتأينا اننا نكونوا واحد الاطار قانوني اللي ان شاء الله نشتغلوا فيه مع الاطفال. اي مشروع كيبغي يتموقع يعني في المحيط ديالو اللي ممارسه كره السله، كنعرفوا كاين مجموعه النوادي تنشات، يعني كاين دابا النوادي اللي وصلت 10 سنين اكثر من، كاين النوادي اللي عندها يعني قديمه بحال ما بلا ما نذكروا الاسماء، يعني نجم او نادي ليكسوس او نادي الرياضي، انتم نادي العرائش الان، يعني دابا كاين اربعه ديال الفرق في ممارسه. انتم بالنسبه لكم التموقع ديالكم شنو التميز ديالكم، يعني المشروع ديالكم اللي بغى يعرفوا شنو يمكن تقدموا في كلمات؟ بداية كنوجه التحية لكاع هاد النوادي اللي ذكرتي، بداية من أعرق أندية نوادي المدينة اللي هو نجم العرائش اللي تاريخ التأسيس ديالو كيرجع لسنة 69، يعني راه واحد التاريخ لعب في القسم الوطني الأول وعطى وجوه اللي كيتذكرها التاريخ بالعرائشي بكل فخر. كذلك نمروا الأخ الأصغر ديال النجم ليكسوس العرائش اللي كيمارس حاليا في القسم الوطني الأول لهذا الموسم الخامس ديالو في القسم الأول، نادي الاتحاد الرياضي اللي كيصارع على التسيير ديالو، السي مصطفى العلج اللي معروف على الساحة الوطنية كاملة كواحد الإطار اللي هو كفء وكيشتغل. حنا التموقع ديالنا وسط هاد الناس هادو كما قلنا في الكلمة الافتتاح، هو اننا عندنا واحد العزيمه وعندنا واحد الرغبه في العمل، سواء مع هاد الاطر هادو ولا مع هاد التنظيمات هادو ولا عن طريق كما كنقولوا القدرات الذاتيه ديالنا، يعني نحاولوا نزيدوا نكونوا الانفس ديالنا، نزيدوا نطوروا الطاقات ديالنا باش نعطيو واحد الطفل اللي يكون متكامل وكما كنقولوا يكون فيه واحد الفائده للمجتمع والوطن ديالو. راه حيت الا جينا نشوفوا الاحصائيات مؤخرا راه ولينا كنشوفوا واحد التوجه مهول للانحراف،
بجميع المشاكل ديالو اللي ولات كتشكل واحد العبء على الوطن ديالنا. ولذلك اذا وجهنا واحد الفئه وخدينا على العاتق ديالنا المهمه اننا ناخذ غير واحد الفئه ونقوموا بالدور ديالنا وواحد الجهه اخرى حتى هي تقوم بالدور ديالها، فاننا في الاخر غادي نلقاو واحد الشباب واعي ومتكامل على مستوى العمل يعني القاعدي. يعني من خلال يعني كنلاحظوا بان كاينه صعوبه، كاين غياب ديال الفضاءات الرياضيه. يعني انتم بالنسبه لكم كنعرفوا بان المؤسسات الرياضيه عندها بنيات يعني ديال الممارسه، ولكن رغم ذلك ما كاين استثمار. يعني انتم واش يمكن تعملوا شراكات مع مثلا مع المدير الاقليمي للتربيه والتكوين او مع المؤسسات؟ يعني بالنسبه لكم المشروع ديالكم شنو عندكم في هذا المجال هذا ديال العمل ديال الشراكه والتعاون مع يعني الناس اللي يمكن يساعدوا في التنميه ديال ممارسه كره السله؟ بالنسبه للعمل ديالنا والشراكات اللي ان شاء الله كنشوفوا اننا خصنا نشتغلوا عليهم، فهي بصفه اولى شراكات مع المؤسسات التعليميه لانها هي الفضاء الخصب ديال المواهب والاطفال، كذلك شراكات مع الشباب وزاره الشباب والرياضه اللي هي كما كنقولوا الوصي على القطاع، والاستفاده من الفضاءات الرياضيه ديالها، لا ديال المؤسسه التعليميه ولا ديال المندوبيه ولا ديال وزاره الشباب والرياضه. هذه من ناحيه ديال استغلال الفضاءات. كذلك كنعول ان شاء الله على شراكات داخليه وخارج ارض الوطن، مع لما لا مع فرق خارج ارض الوطن من اجل الاحتكاك وتبادل الخبرات والاستفاده، وان شاء الله الثقه ديال الشباب والدعم ديالهم والوجوه ديال الاطفال دائما كتحمسنا وكتخلينا نزيدوا نتابروا ونصبروا ان شاء الله. على مستوى المشاركه والمنافسه يعني الرياضيه ديال انتم مع الشغل في العشره بالاضافه الى ذلك، يمكن تنظموا بعض الدورات، يمكن تعطينا بعض البرنامج ديالك يعني اللي فكرتوا فيه انتم كجنة تحضيري، لان هذا مازال الوقت ديالو، ولكن راه يعني انتم المشروع خص يكون واضح من البدايه. يعني انتم اللي خديتوا على عاتكم هاد الاوراق اللي تشتغلوا عليها في المستقبل ولا تدعموا ديال المكتب اللي غادي يطلع، شنو يمكن تقولنا على المجال ديال يعني الممارسه ديال بالنسبه للمشاركات ديالنا؟ حنا ارتئينا اننا ندير واحد الاستراتيجيه ديال العمل مع الاطفال بين 6 و 19 سنه. من هذا الموسم الرياضي حتى الموسم الرياضي 2021، يعني غادي تكون كلها ان شاء الله غير من اجل تكوين اطر تكوين ديال الاطفال. من بعد 2021 ان شاء الله كنفكروا المشاركه في البطولات الوطنيه، في البطولات ديال العصبه على مستوى هاد السنوات الثلاث اللي درنا في هذا المخطط هذا. فاننا حطينا واحد البرنامج اللي هو مكثف ديال العمل وكيتخللوا واحد المجموعه ديال المحطات. هاد المحطات عباره عن انشطه، هاد الانشطه ارتئينا انها ما تجاوزش المده بين النشاط والنشاط المده ديال شهر ونصف، لان ما يمكنش غادي تعطي واحد الحاجه لواحد الطفل وخصك كما كنقولوا في التعليم كتلقن الطفل وكتختبره. في الرياضه ما يمكنش تختبره كتابيا ولا شفويا، يعني كتختبره على ارض الملعب، وذلك عن طريق خلق منافسات، المشاركه في منافسات سواء على الصعيد ديال المستوى العصبه ديال الشمال ديال طنجه تطوان الحسيمه، او على مستوى عصب اخرى، ولما لا مقابلات وديه وحبيه مع فرق في المستوى ان شاء الله اللي كتخلينا نطمحوا اكثر واكثر. كذلك على مستوى يعني تنظيم الدوريات او المسابقات يعني الخاصه بالنادي يعني او بعض الانشطه المستقبليه. بالنسبه للانشطه المستقبليه وتنظيم ديال الدوريات فهذا مسؤول مساله مفروغ منها، يعني لا كنظن الاخوان والاغلبيه ديال المتتبعين ديال المجال ديال كره السله كيعرفوا الاخوان اللي في اللجنه التحضيريه عن طريق الدوري ديال المرحوم السي محمد الحارثي رحمه الله عليه، اللي من هذا المنبر كنجددوا الرحمه عليه، اللي كان واحد الوجه من الوجوه الرياضيه المتميزه والخلوقه بالمدينه. بالنسبه للدوريات فاكيد اننا غادي ننظموا مجموعه ديال الدوريات ان شاء الله، من بينها النسخه ديال الدوري ديال المرحوم الحارثي ان شاء الله، ولما لا تكون على الصعيد الوطني ان شاء الله هذه المره. نعم، اذا تقدمت للرئاسه كان يعني انت كرئيس يعني باش كتحلم يعني في النادي هذا، باش كتحلم انت كشخصيا كتحلم بهذا النادي؟
بداية أنا لحد الآن مازال غير مرشح للرئاسة، مازال ما تحسمتش الأمور ومازال العملية ديال التصويت جارية، ولكن الطموح ديالي إن شاء الله إلى تم الثقة فيا من الإخوان والأخوات باش نكون رئيس، إن شاء الله كان وعد الجميع بأننا غادي نحيد داك الصورة النمطية ديال الرئيس الكلاسيكي. إن شاء الله كاملين بينا، لا أنا لا الفريق ديال العمل، غادي نشمروا على اليدين ديالنا وهنا في طول التيران، لأن الصورة ديال الرئيس جالس في الكرسي في الاجتماعات صورة كلاسيكية وما بقاتش خدامة. الرئاسة كتعني أنك تشمر على يدك وهبط للتيران واشتغل. إذا يوسف عيسى مبارك إطار شاب وكف ومليء بحيوية والشباب، كنتم لكم التوفيق ولهاد النادي مزيد من التألق إن شاء الله وتنمية ممارسة كرة السلة. بارك الله عليك. عرفتي السيمو كان هنايا؟ قول لي الرؤساء، انا بغيت الرؤساء تبارك الله عليك. شنو بعزيه؟ فين بعزيه؟ بعزيه اللي ترشحوا لها. قول لي السمية ديالو كامله؟ بعزيه؟ سي بعزيه. السلام عليكم. بالنسبة للاعتصامات ديالي في المشاركة في هذا الجامع العام، إذن حصريا مباشرا نعود إلى رئيس المنتخب المباشر. إذن كنشكر إذن بعد صدور ديال النتائج كنشكر الإخوان والأخوات اللي حضروا وعطوني الثقة ديالهم، كنتمنى من ربي قدرني أنني نكون أهل ديال هاد الثقة وإن شاء الله نشتغل بالمعيه ديالهم ان شاء الله، ويدنا كاملين في يد بعضنا وان شاء الله غادي نحققوا الاهداف المسطره. شكرا. 10 ديال المدربين زائد على الاقل 5 ديال الحكام. شكرا. نقدم الكلمه للرئيس نادي العريش كره السله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. إخوتي وأصدقائي، حيد اللغة العربية نهضروا بالدارجة باش نفهموا بعضياتنا أكثر. كنشكركم بزاف على الثقة ديالكم. كنوعدكم من هذا المنبر أنني غادي نحاول نعمل اللي في استطاعتي واللي في جهدي وكثر من جهدي باش تشوفوا النادي ديالكم في مستوى التطلعات اللي جيتوا عليها اليوم. لما لا تشوفوا شي حاجه ان شاء الله اللي تكون كتفرحنا كاملين. الحمد لله كاين طاقات في هذه المدينه شابه، كتحتاج غير الثقه وشويه ديال الدعم، ماشي ضروري يكون مادي، يكون غير معنوي. الدعم ديال هاد الشباب كيعطي واحد النتيجه، والحمد لله خير دليل اننا كنشوفوا بزاف ديال الشباب اللي نجحوا ووصلوا. كنوعدكم انني هذيك الصوره النمطيه ديال الرئاسه ما غاديش تشوفوها، يعني لا انا لا الفريق ديال العمل اللي هو المكتب المسير اللي غيكون معايا، غادي ننزلوا للملعب، غادي ننزلوا للتيران، غنشمروا على دراعنا باش نخدموا على الاهداف اللي سطرنا واللي شفتوها كاملين. ومن بين هذه الاهداف هي على الاقل في الموسم الرياضي القادم نكونوا عندنا واحد 10 ديال الاطور اللي تكون حاصله على الشواهد اللي كتمنحها الجامعه الملكيه لكره السله بالمعيه ديال الجامعه الدوليه. كذلك يكون عندنا ناس خبراء ديالنا في مجال التحكيم يكونوا حكام اللي في المستوى، وتا هما كذلك حاصلين على شهاده من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. نفضل نختم باش ما نشارجيش عليكم بزاف. كنختم وكنشكركم مره اخرى على الثقه ديالكم، وكنتمنى نكون اهل ديالها ونتلاقاو في الملعب ان شاء الله. ممكن سمحت اللائحه لحد بالنسبه للائحه ديال المكتب المسير، يعني حاليا مازال ما حددتش المهام ديال الاخوان، يعني غادي نجلس مع الاخوان دابا حاليا وغادي نحددوا المهام ديال كل واحد
والدور ديالو وغادي نطلعكم على اللائحة من بعد. شكرا. عاود عدنا ونعود احمد انا سيدي تفضل سيسه مزيان على المشاركه في الجمعيه التاسيسيه. السلام عليكم. بالنسبه للجمع العام التاسيسي نجد فرح بعد المولود الجديد في مدينه العرائش الذي سيهتم بتكوين فئه عمريه جد صغيره وغير مستهدفه في من طرف باقي الانديه الا القله القليله. وكنتمنى من المكتب ككل مكتب مسير انه يمشي في هذه الاتجاهات هذه الخطوات اللي حددها ونطلب الله ييسر وتكون ان شاء الله. نعم يوسف بوعزيه محمد بوعزيه المرشح الثاني اللي حصل على يعني على ثلاث اصوات وهذا يعني اول يعني مع يوسف اللي قديم في الممارسه وانت يعني فشاب كلك يعني مستقبل وكفاءه يعني بتساعد النادي كذلك يعني لان التطوير الرياضي هو على عاتق كل شباب مدينه العرائش من اجل الرقي بهذه الرياضه. يعني انت بالنسبه لك شنو كتحلم في النادي يكون وخصك يكون في العرائش في كره السله؟ شنو يعني باغي تكون في كره السله في العرائش؟ شكون؟ انا بالنسبه اول حاجه كنبارك ليوسف على الفوز ديالو، فوز مستحق. صراحة في الأول ما جاتش الفكرة عندي بأنني نترشح، ملي لقيت ما كاين حتى واحد قلت نترشح، فهمت؟ هذا هو الأوبجيكتيف. الحاجة الثانية بالنسبة للإضافة ديالي إن شاء الله واخا ما ربحش في الرئاسة ولكن غادي نخدم معاهم لأنه يوسف قبل ما يكون مرشح راه هو الصديق ديالي وكان لعبنا أنا وياه كنا بجوج بينا لاعبين. والإضافة اللي غادي نكون بالنسبة لنا أستاذ تربية بدنية يعني هذا في الداخل في التخصص ديالي غادي نكون يد وحدة إن شاء الله كاملين باش ننهضوا بالرياضة في هذه المدينة ولما لا كاين أفكار أخرى ندرجوا الفئات ندرجوا الكرة السلة لذوي احتياجات خاصة. طرحت فكرة على المكتب بغينا ندرجوها إن شاء الله راه غادي نطرقوا لهذا الموضوع هذا إن شاء الله يكون خير. هذا فكرة ممتازة ديال الاهتمام بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة لأن كيشكلوا واحد الفئة عريضة في المجتمع وما كيحضروش بالرعاية يعني بالدعم الاجتماعي ولا الإدماج الاجتماعي الدمج الاجتماعي ما يسمى بالدمج الاجتماعي. كنتمنى لك التوفيق إن شاء الله سي محمد بوعزية. تبارك الله عليك. عبد ربه عبد الملك السلامي عطف سميتو احد اللاعبين القدماء ديال كره السله. صراحه الله عجبتني الفكره ديال التاسيس ديال النادي ديال عرائش كره السله لانه الكل كيعرف ان هذه المدينه هذه عندها واحد الفرق شديد جدا في المرافق الرياضيه في الاماكن اللي يمكن للشباب ولا الاطفال يفرجوا الطاقات ديالهم. وهذه الفكره ديال تاسيس النادي كتدخل انها كتحاول ما امكن في اطار العمل ديال المجتمع المدني انه ينهض بسميتو بالرياضه في هذا الاقليم. هذا الشيء ما نقدر نقول السلام. بالنسبه للتنميه الممارسه ديال كره السله يعني شنو هو الواقع والافاق اللي يمكن نعملوها الحاجات اللي يمكن تعمل في كره السله في العريش؟ الواقع دابا ديال الممارسه كاين اربعه ديال الانديه دابا بهذا النادي هذا كنعرفوا كاين الانديه اللي قديمه يعني من نشات في الاخر ديال الستينات 69 مثلا نادي نجم العرائش وهذا كاين مجموعه النوادي يعني الواقع دابا ديال الممارسه الواقع الممارسه والافاق اللي يمكن تطوروا انتم. هو صراحه في السنوات الاخيره هذه لقينا واحد النهضه ديال كره السله على مستوى المحلي لان عطات الصدى ديالها على المستوى الوطني. كنلقاو الحمد لله الانديه لا في المجاول الانديه الذكوريه ولا الانديه ديال الاناث كاين الحمد لله العطاء ديالو ممتاز ولا واحد الاقبال كنشوفوا لحظه بالحضور لهذه المجموعه ديال الطاقه الشابه اللي حضرت في الجمع العام اللي هو صراحه جمع استثنائي. هذا كياكد على انه لما علاش ما ناخذوش مبادره تولي كره السله بحال اللي كانت نعقلوا عليها في الثمانينات واللي كان سميتو كنكون كان مهووس بالرياضه بصفه عامه وبكره القدم بكره السله بصفه خاصه. اذا هذه فرصه لنا كمكتب
للمسير اننا نستغلوا الطاقات هذه ونوعيهم نخلقوا واحد الرياضي شاب عنده اخلاق عنده واحد الثقافه رياضيه لانها غتساعدو كبير انا سيرتو حنا كنخدموا على المجال ديال العمر ما بين كنوصل 6 سنوات و 19 سنه انه الدري ما غيوصل لهذا الشاب هذا عنده البكالوريا ديالو ويلتحق ان شاء الله بالجامعه يكون هو ناضج سواء رياضيا سواء سلوكيا اخلاقيا بحيث انه يقدر يتخذ المسار ديالو ونعاونوا في هذه المسائل هذه. شكرا. اذا كنسالوا معكم هذا البث المباشر منتخب يوسف عيد سيمبارك رئيس لنادي العرائش لكره السله الى اللقاء في الفرصه القادمه.